دائما أنا أقول المريض سلاح ذو حدين، أما يدعي إليك العمر كله وأما يدعي عليك العمر كله. حقيقة مجال عيون اصطناعية، اختصاصي العيون الاصطناعية، هو مو طبيب عيون، طبيب العيون شغل الجراحة، أما اختصاصي العيون الاصطناعية شغلهم هو فقط تعويضات الوجه. يعتبر مجال العيون الاصطناعية في كل العالم هو حرفة، وعدد المختصين في مجال العيون الاصطناعية نادر جدا. المرحلة الأولى هي مرحلة طبعة العين، فإحنا حالياً إحنا نأخذ طبعة العين، نسوي بصمة العين بمادة السيليكون حتى نأخذ تفاصيل العين اللي الاصطناعية اللي نقدر نصنعها. ليش إحنا نسميها عين اصطناعية عن طريق البصمة؟ فهذا قالب طبعاً تحت التخدير الموضعي. احنا كاخصائيين عيون اصطناعيه ما يعتبر عملنا جراحي حقيقه، اخصائي العيون الاصطناعيه هو مو طبيب عيون، يشتغل فقط تعويضات الوجه. هذه ماده السيليكون، ماده السيليكون هي ماده طبيه، نحقن ماده السيليكون وننتظرها في الدقيقتين، غمضي باباتي بدو، ننتظرها في الدقيقتين تنشف. هذه احنا حنصمم العين الاصطناعيه عليها. المرحله الثانيه احنا هذه طبعه العين الاصطناعيه، فهذا يعني البصمه نحولها الى ماده الواكس الشمع، لان الشمع تعرف انت تفاصيل الشمع نقدر احنا نصغر ونكبر وننحت بالشمع، ناخذ القياسات النهائيه حتى نقدر احنا نسوي العين الاصطناعيه. لابد يكون عندنا المرحله الاولى هو المجسم من الشمع، لان الشمع مثل ما قلت لك احنا نتحكم به، نصغر نكبر نضيف، لان هو نعتمد احنا القالب الاول في تركيب العين الاصطناعيه. بعد ما احنا نخلي المجسم الشمعي نحوله الى مجسم ثاني من ماده الاكريت، طبعا هي ماده الاكريت ماده طبيه ايضا حتى ما يتسبب لنا مشاكل التهابات على العين السليمه، او بالمرحله الثانيه نراعي ظروف الشخص الفاقد العين، حتى اللون لون القزحيه نرسم اللون العين مثل لون العين الطبيعيه. فاحنا هسه حاليا يعني وصلنا الى مرحله تلوين القزحيه، طبعا تلوين القزحيه هو اصعب مرحله حقيقه، نستخدم الالوان يعني ممكن نستخدم الوان الزيت، الالوان الزيت تكون اكثر طبيعيه للالوان العين الطبيعيه، نرسمها على عده مراحل، تعرف انت قزحيه العين هي متكونه من عده طبقات. فنرسم نبدي من الطبقه الاولى التتشات اللي احنا نسميها اللمسات اللي حول حدقه العين، حول سواد العين، حول البؤبؤ، هذه يعني نرسم من الطبقه الاولى وتباعا طبقه بعد طبقه ونقارن. احنا نخلي صوره العين الشخص المفقوده ونرسم على العين الطبيعي. هذه هنا تحتاج هذه العين الالوان تنشف تقريبا 24 ساعة ونخليها تحت تحت الضوء الجهاز ببعض شيء من الحرارة حتى يساعدنا على جفاف قزحية العين. وبعد ما رسمنا احنا قزحية العين ولوناها بهالشكل هذه راعينا كل طبقات اللون اللي احنا اللي صنعناها. فبعد ما احنا ركبنا هذه المرحله المهمه جدا في صناعه العين الاصطناعيه حولناها الى مجسم، هذا المجسم هنا اللي بدايه حديثي قلنا راعينا الظروف التاثيرات الخارجيه اللي قلنا مثل عين الحداد تختلف، لابد انت يقول اني عيني احمرار، اني عيني جافه، اني عيني بيها التهاب، فنخلي اجزاء الشعيرات الاحمرار هذه الشرايين العين طبعا احنا نصنعها من الصوف، هذا سر من اسرار العيون الاصطناعيه، نصنعها ونركب القزحيه اللي احنا رسمناها وصورنا الشخص وركبناها، تصير العين الاصطناعيه بهذا الشكل. يعني هسه هذه العين الاصطناعيه المرحله الاخيره، هي هذه العين الاصطناعيه، هذا فن العين الاصطناعيه.
المرحلة الأخيرة من ركوب العين الاصطناعية لحظة الفرحة، لحظة الابتسامة. والله العظيم بعد ما ركوب العين الصناعية يمكن إحنا نبكي قبل ما هو الشخص اللي إحنا ركوب له العين الصناعية، بكاء من الفرحة. قدرنا نساعد كثير من الحالات لفاقدي العين في مجال العين الاصطناعية. سابقا كانوا فاقدي العين في العراق يسافرون إلى عدة دول. اليوم الحمد لله العراق أصبح من الدول العربية المتقدمة في مجال العين الاصطناعية. اليوم العراق أول دولة عربية منحت مقعد في الأكاديمية الأمريكية في مجال العيون الاصطناعية. كثير من الحالات اللي إحنا صنعناها في مركز الدول للعيون الاصطناعية في بغداد نشرت على موقع الأكاديمية الأمريكية، نشرت على الأكاديمية الأوروبية، نشرت على الأكاديمية الجمعية الفرنسية لأخصائي العيون الاصطناعية. لكن نحتاج دعم، دعم معنوي وليس دعم مادي. نريد دعم معنوي حتى احنا نفتخر في انفسنا ونفتخر في بلدنا امام كل الدول بان احنا قادرين ان نواكب العلم في مستوى العالم. من يجيك فاقد العين، الشخص اللي فاقد العين مو بس هو يعاني، العائله كلها تعاني، خاصه اذا كان طفل. الأب والأم وبقية العائلة كلهم يعانون من معاناته هو. فالعامل النفسي يعني العامل الإنساني يعني مهم جدا 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 لهذه الشريحة. لازم تنطيها من روحك، تنطيها من إحساسك، تنطيها من شعورك. لابد أنت تشعر بألم هذا الشخص. يعني صدقني أنا من أرسم العين الاصطناعية أتخيل قصة حزينة لهذا الشخص المقابل، أحس معاناته بالمدرسة، معاناته بالوظيفة، معاناته بعائلته، من يطلع بمكان عام لهم معاناة قاسية جدا بسبب التنمر. دائما أقول إحنا مو أخصائيين عين اصطناعية، حقيقة إحنا اختصاصي ابتسامة.